مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. اليوم نزلت الحلقة الثانية من سلسلة سلمان العتيبي حياة نور ستارز اللي كانت بعنوان مادي نور ستارز. فشفنا كالعادة مغامرات نور وسلمان بلوس أنجلوس، واكتشفنا معلومات وحقائق جديدة عن نور ستارز، وحكت عن أشياء ما حكت عنها خلال مسيرتها بالشهرة. شوف، في شغلات بنشوفها بالسوشيال ميديا كثيره، شغلات غريبه نحن وكثير عالم ثانيه بيعرفوا شو تفسير الشغلات. حضرت صفا سرور لإيفنت ماركة المكياج بنفيت اللي أقيم بدبي، فكانت فعاليات كتيرة هناك من بينها تزيين الكوب كيك وعشاء كمان، حيث كان الإيفنت بمناسبة إطلاق كيكلس كونسيلر. هاشتاغ سيف اور اوشن اطلقه برنامج تيك توك كحملة لحماية الشواطئ والبحار من المواد اللي يرميها الانسان من بلاستيك واوساخ كمان. فنشرت مينا الشيخلي هالفيديو دعما للبيئة ودعما كمان لهاشتاغ تيك توك، وتشجيعا لمتابعينها لنشر هذا الهاشتاغ بكل مكان، حيث كل فيديو ينشر تيك توك راح تتبرع ب $2. تعرفون ب2050 رح تنقرض كل الأسماك اللي بالمحيطات ورح تتعبى بدالها بلاستيك. هذه كارثة إلي وإلكم والجهالنا والأحفادنا والأحفاد أحفادنا. إحنا ندمر الأرض باستخدام البلاستيك. تقدرون تبطلون هذا الشيء باستخدامات كلش بسيطة. مثلاً أنا هسه جد أشرب قهوة، بدل ما أخذ كب بلاستيك لا استخدمت العلبة مالتي على مود أقلل من استخدام بلاستيك. أشياء بسيطة ممكن تسوي تأثير كلش كبير على الأرض مالتنا. إذا تريدون تشاركوني بهذا التحدي تقدرون تسوون شيء بسيط، تقدرون تنزلون فيديو على تطبيق تيك توك. تيك توك راح يتبرعون على كل فيديو $2 لمحمية المحيطات اللي هي Conservation International. بس عليكم تنزلون الفيديو تكتبون هاشتاج سيف اور اوشنز على مود الأرض تبقى نظيفة وحلوة إلنا ولجهالنا ومستقبلنا وأحفادنا. مثل ما ذكرنا سابقا أن نور عم بتحضن لمفاجأة كتير كبيرة وقوية كمان، رح تعلن عنها بشهر سبتمبر، حيث صرحت نور أن المفاجأة إلها علاقة بالشي اللي كانت عم تدرسه. فنور مثل ما بنعرف كانت عم تدرس بمدرسة نيويورك فيلم أكاديمي للإخراج والتمثيل والتصوير. شو رأيكم؟ شو رح تكون مفاجأة نور ستارز؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. بعد غياب طويل عن اليوتيوب رجع شيرو وبقوة، وبهالبوست اللي نشره على الانستغرام صرح شيرو عمارة بعودته لصحة اليوتيوب والفيديوهات. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.